السلام عليكم. موضوعنا اليوم هو هناسو المسند. بعد أن عرفنا بالمحاضرات السابقة كل شيء يتعلق بالنوسي المسند إليه، الآن حنتعرف على ما هو هناسو، ما هو المسند. هناسو هو من لا أوكبوتسات مليم هم سبيرت لانوم أشيهو على هقوف أو شمع اسم هم وضاع بالنوسي على البعولاتو على المتصافو أو على تخونو تابكو. إذن المسند هو كلمة أو عدة كلمات تخبرنا شيئا ما عن الاسم أو الضمير اللي يمثل المسند إليه، عن عمله، عن حاله، عن صفاته وما إلى ذلك. هالناسو وهبو على بمشباط هبو عالي، فهو هشيم هشيني بمشباط هشيماني. دائما يكون المسند هو الفعل في الجملة الفعلية وهو الاسم الثاني في الجملة الاسمية. هالناسو هو هخيلك هشيني بمركزياته بمشباط. المسند هو الجزء المركزي والمهم الثاني في الجملة بعد الناسي. هالناسو متخليك لشني خلاكي. ينقسم المسند في البداية إلى نوعين أساسيين. أول نوع هو ناسو فعالي شهو فعال، كما قلنا أن المسند في الجملة الفعلية دائما هو الفعل، كما في الجمل بيروشالايم يتمددو على تيكا أوتسار. نشوف وين الفعل في هذه الجملة. الفعل في هذه الجملة هو يتمددو، إذا الناسو في هذه الجملة هو يتمددو. الجملة الثانية مشيهو شبيش التخني توشل من أهل البيت السفر. نجي الفعل في هذه الجملة هو شبيش، إذا الناسو في هذه الجملة هو شبيش. جملة ثالثة لفنيشا عاها دعا هيت كابلا، نستخرج الفعل في هذه الجملة اللي هو هيت كابلا، إذا الناسو هو هيت كابلا في هذه الجملة. النوع الثاني أو القسم الثاني من أقسام الناسو هو الناسو الشيماني، شهو شم عصم شم تؤر وصرف شن ملتي خسعم شم عصم. النوع الثاني من أنواع المسند هو المسند الاسمي، وهو يكون اسم أو صفة أو عبارة متكونة من أداة ربط مع الاسم، كما في الجمل أبي إكار الناسو هو شم عصم، في الجملة الثانية هيوم قد صار الناسو كان شم تؤر، في الجملة الثالثة أني ريشون الناسو هو شم مسبار. عندنا نوع آخر من أنواع الناسو الشيماني هو المضارع الحال، وعلم السين هوفي، كما في الجملة أكوفي هوليم أوتو، هنا الهوليم هي الناسو، وفي الجملة الأخرى لأفيم خونيت الناسو هو من لاتي خس أم شم عصم. إذا بكل هالمكاريم هالناسو مدبر على هالناسي ومتأر مشيهوش كاشور إلاب. إذا في جميع الأحوال المسند يتحدث عن المسند إليه وصف شيئا يتعلق به، وأيضا بمشباطين بوعاليم هبوع هو هناسو، بمشباطين هشيمانيين ناسو هو مشي همشباط مخدش لانو. في الجملة الفعلية يكون الفعل هو المسند، وفي الجملة الإسمية يكون المسند هو ما تخبرنا به الجملة، أي أنه الخبر.